كيفاش بغينا العنف بالنسبه للمراه. بزاف ديال العنف، بزاف ديال العنف كنتعرضوا ليه، تعرضوا للعنف، تعرضوا للضرب، تعرضوا للعنف باللفظ، تعرضوا بزاف ديال الحوايج ماشي غير شويه. حنا طالبين الامن والامان، باغي نبيعوا ونشريوا، باغي نخدموا على روسنا، باغي نخرجوا للشارع، باغي نخدموا، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل المراه تخرج تخدم على راسها، تعمر جيبها كما كيقول، ولكن الا بقات بحال هكا دائما العنف ما عمرها غتخدم، غتسد عليها في دارها وغتبقى جالسه. كنعاون الوالده، واخا امي راه مرا كبيره مسكينه وكتبيع وتشري في الخضره، والخضره راه معطيه للرجال ماشي للعيالات، معطيه للرجال. وهكاك ودابا كتنوض مع الخمسة الصباح وكتمشي تقدى الخضره، كتجيب الخضره كلها بحالها بحال شي راجل جاي مقدي، تجيب الهوندا ديالها وتجيب هذه. ولكن بالنسبه ليها هي كمراه راه صعيب عليها، وعاد من فوق كتعرض للعنف، بعض المرات كتعرض للعنف. الرساله ديالي للناس كنقول لهم الله يهديكم، وهذيك هذوك الناس اللي كيجيبوا لكم واحد الخضيره وراه كيتمحنوا عليها وكيمشيو مع الخمسة الصباح وكيضربوا تماره وكيوصلوا تاني للمارشي والصداعات ديال المارشي والعنف بالمارشي والهضره الخايبه وهذه، وعاد كيجيبوا ديك الخضيره، يجيبوا لكم ديك الخضيره ويحطوها. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يهديهم. ما كنقدرش